مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا بكم دكتور جمال. بداية، عضو بلدية الاحتلال في القدس أريا كينغ دعا إلى هدم أسوار البلدة القديمة، كيف ترى توقيت هذه الدعوة؟ ليس مستغربا على الإطلاق، وسوف نسمع أكثر من هذه الدعوة من واحد إرهابي مثل أريا كينغ الذي ينتمي لمنظمة إرهابية اسمها بلدية الاحتلال. هذا الشخص المستوطن الموتور له تاريخ طويل في اختراق المجتمع المقدسي وتسريب العقارات ودفع يعني لمنظمات إرهابية صهيونية مثل عطيرة كونيم والعاد 50 مليون دولار سنويا، وهو معروف بعدائه المختم للحضارة الإسلامية. وبالتالي ليس مستغربا أن الذين دمروا مئات القرى الفلسطينية وسبق ذلك وقتلوا الأنبياء، والآن يأتون ليزيلوا أثار الأنبياء والتابعين والأثار الإسلامية والحضارية الإسلامية، ليس مستغربا على الإطلاق. وسوف يقولون أكثر من ذلك في هذا الوقت بالذات عندما تتقاطع أنظمة عربية وتنسيق الأمن المقدس الفلسطيني معهم إلى الولاء لنتنياهو وحكومته. طيب، يعني على الرغم من أن الدعوة جاءت على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها بما أنها تصدر من مسؤول، ألا تمثل توجها حكوميا برأيك؟ هذه الدعوة بهذه الصورة التي كتبت فيها مواقع التواصل الاجتماعي أشد خطورة من دلة لسان قد تحصل على الهواء مباشرة أحيانا، تعليق معين لصحفي معين على إذاعات أو تلفزيونات، لكن تأتي بعد تفكير عميق ويكتبها مع صدق الإصرار والتردد. إنما هي رسالة ومقدمة لجسد النبض، هذا سوف يكون رد الفعل الفلسطيني الرسمي والعربي الرسمي وجامعة العربية ومنظمة التعاون الثاني. هل بوجههم أن يصل بهم المهانة والإذلال إلى هذا الحد ويستسلم الواحد مثل هذا الإرهاب؟ وما يقوله الآن كمقدمة يبدو غريبا ومستغربا، لكنه يكون يعني مقدمة لأمر جلل يتم تحقيقه. وهذا ما جرى تماما في نقل السفارة. كان قبل سنوات الحديث عن نقل السفارة أمر من الأحلام، لكن ها هو وقت السفارة الآن، ليس وكرا فحسب بل يستند الإعراب بهبوط السفارة وتلحق به سفارات أخرى. يعني بمعنى أننا عادة نستقل يعني تصريحا مثل هذا التصريح لهذا الإرهابي، لكن ما يأتي بعد ذلك هو يعني عملية تجشين وعملية ترسيخ وعملية أيضا تنفيذ. طيب، هناك أنباء عن إعداد حكومة الاحتلال مخططات لبناء 459 وحدة جديدة استيطانية في الضفة الغربية، كيف ترى هذه المخططات وما الذي يشجع حكومة الاحتلال على هذه الخطوات برأيك؟ نعم، أرى تماما ما تفضلتم وأشرتم إليه، أن هذه المئات من الوحدات الاستيطانية ضمن منظومة طويلة وعريضة في طول الضفة وعرضها لآلاف الوحدات القادمة على الطريق، وأن عندما يعني تبدا انت في منطقه لا تتوقف عندها، سوف تستمر الى اريئيل وصولا الى جنين في اقصى الشمال وصولا الى الظاهريه في اقصى الجنوب. عندما تشاهد ماذا يفعل الصهاينه من بنيه تحتيه الان في الضفه الغربيه، فانهم قد اعدموا نهائيا من طرف واحد ما يسمى اتفاقيه اوسلو، لكن الطرف الفلسطيني المتمسك بمذله اتفاقيه اوسلو هو وحده الذي يؤمن بها، رغم ان نتنياهو قال هذه اتفاقيه عار لا نريدها. يعني نتنياهو لا يريد التنازل عن مصر في الضفه الغربيه على الاطلاق، لكن الواهمون الذين لا زالوا يعني ينسقون تنسيقا امنيا مقدسا لا زالوا يتوقعون ان اوسلو على قيد الحياه وهي قد انتهت والى الابد. وبالتالي على الفلسطينيين ان يدركوا يقينا ان قيادتهم قد اودت بهم واضاعت 25 عام ربع قرن من عمرهم هباء منثورة وسدى. عليهم الآن انتقال لمرحلة باء كما انتقل نتنياهو لمرحلة باء كما يطبق الآن في الضفة الغربية. الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك.